وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة كيف الحال؟ حياكم الله شيخ عبد الغني، كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ الحمد لله. الصوت واضح؟ الحمد لله الصوت واضح، جزاكم الله خيرا. أقول الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح. طيب نبدأ إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم أن نسمع محاضرة توجيهية لفضيلة الشيخ عبد الغني عويسات الجزائري حفظه الله تعالى إلى مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا في العاصمة نواكشوط في حي الرياض. وهذه الكلمة ضمن أو في افتتاح دورة علمية تقام في هذا المركز، أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وعنوان هذه الكلمة التي سيلقيها الشيخ عبد الغني حفظه الله تعالى إن شاء الله سيكون عنوانها المنهج السلفي حقيقته، أهميته، حجيته، ثمرته. فنسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خيرا على تواصله وعلى نصائحه التي يلقيها إلى إخوانه وأبنائه، وليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيك. بارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فيسرني كذلك الذي يسركم ويسعدني كذلك مثل ما يسعدكم هذا اللقاء الجامع بين أنفاسنا وأذهاننا وأرواحنا وإلى ذواتنا وأشخاصنا ويعني وأنفسنا وأجسامنا، جمع بين الأنفاس ما شاء الله، وخاصة في موضوع من الأهمية بمكان، وخاصة في هذا الزمان، ألا وهو الفترة الزمنية والمرحلة الحديثة العصرية التي تشهد هذه الدعوة، يعني السلفية تشهد حملات تشويه إما من الأعداء وإما من الأدعياء هكذا، وإما من المقصرين من المنتسبين.
إن إليها جية وكذلك أصل هذا المنهج وكذلك حكم تبني هذا المنهج وكذلك ثمرة اتباع وتبني هذا المنهج إلى غير ذلك مما يخص هذا المنهج من المباحث وتتعلق به كذلك من المسائل. فأولا لما نتحدث عن المنهج أي كلمة المنهج في اللغة لا شك أنه يراد بها الطريق الواضح إذن هو الطريق الواضح هكذا فيسمى منهجا. في الاصطلاح عموما يراد المنهج في الاصطلاح هو مجموعة من الأصول هكذا والأرض كان والأسس والركائز المهمة التي توضح مسلك الفرد والجماعة والأمة بتحقيق الآثار التي يصبو إليها كل منهم مثلا بتعريف اللغة من خلال ما سلف من التعريفات التي ذكرناها أي اللغة والاصطلاح هو الطريقة أو المنهجية والخطة المقررة والمنهجية المرسومة يعني هكذا الجلية الواضحة التي يتوصل بالتزامها وسلوكها إلى مطلوب ما يريد مثلا الإنسان أن يصبو إليه أو يبقى. من خلال هذا يعرف أن لا بد من هذه الطريقة والمنهجية التي يسلكها وينتهجها. المناهج كثيرة لا شك كما تعلمون لكن ليست كلها سديدة رشيدة وليست كلها صحيحة كذلك حسنة وليست كلها محمودة كذلك مرضية. إنما المنهج الصحيح الرجيح أو السديد والرشيد هو الذي دلت عليه الدلائل والشواهد الشرعية على اعتباره كذلك منهجا صحيحا ينبغي للناس أن يسلكوه وأن يتبنوه وأن يلتزموا به وأن يندموا إليه وهكذا كما هو الشأن وكما هو الأمر والحكم في المنهج السلفي. ولذلك فالمراد بكلمة السلف المنهج عرفناه في اللغة والاصطلاح. لا شك أن كلمة السلف هكذا لا الناس يريدون أن يعرفوا خاصة في الأسماء خاصة في المصطلحات والقواعد والأسس وما يتبناه الناس وخاصة إذا كان في المسائل الشرعية لا بد أن يعرفوا مصطلح ويعرفوا يعني كما يقولون مظانة مصدر تلقيه أي من أين يعني تلقوا هذا وكيف تبنوه وما الدليل على يعني ارتضائه ويعني هكذا بكل صراحة يرضونه يعني منهجا أو مصطلحا أو شعارا أو اسما أو لقبا أو نحو ذلك. لابد أن يكون واردا أو مذكورا أو مذكورا ومأثورا في المصادر الشرعية. ولذلك كلمة سلف أنتم تعرفون بأن كلمة سلف يعني تطلق على ويراد بها تطلق على معاني يعني أخرى ومعاني متقاربة قد يراد بها أنتم تعرفون يراد بها يعني مثلا يراد بها معنى التقدم يراد بها معنى المضي أي ما مضى ويراد بها معنى السبق الزمني إلى غير ذلك. فوردت كلمة سواء ولذلك لما تقول فلان سلف أو مما سلف أو سلف ذلك دائما يراد به تقدم الشيء ومضي الشيء وسبق الشيء وهكذا دوليك. إذن عموما ولذلك تجدونها في القرآن وردت في مواضع مختلفة كثيرة ويراد بها فكما في القرآن الكريم هذا المعنى يعني مما سلف كما قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أو كما أو ما تقدم ومضى كذلك كما في قوله تعالى عفى الله عما سلف أو كما في قوله تعالى يغفر له ما قد سلف أو كذلك فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وهكذا. إذن أما في الاصطلاح وهذا هو المراد لأنه كما تعلمون المعاني والتعريفات اللغوية تكون أعم
من الاصطلاحية هكذا والشرعية. فالمراد هنا المعنى الاصطلاحي المعنى الشرعي. هو صح حتى في المعنى الاصطلاحي قد يراد به يعني ويطلق لأن كلمة السلف يعني أو السلفية كذلك في المعنى الاصطلاحي يطلق يعني يراد يعني إطلاقان ويراد به معنى يعني يراد به إما يطلق على حقبة على فترة على مرحلة زمنية معينة هذا كما يقولون المفهوم التاريخي للمصطلح يعني نريد أن نقول ممكن أنهم يراد به مثلا يراد به زمن معين فترة معينة ويراد بها مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين من بعدهم والذين من بعدهم دلت الأدلة على ذلك أنه يراد بها مثلا فترة زمنية مرحلة مباركة فاضلة خيرة كان فيها خير الناس أي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمة الإجابة أي الاستجابة هكذا ما شاء الله كما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي رواية وفي حديث آخر خير أمتي قرني هكذا وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هكذا إذا فهذا لا شك القرون الثلاثة المفضلة الخيرة الفاضلة كذلك هذه لا شك أنه يراد بها معنى السلف هكذا الصحابة ابتداء ويعني وأصالة وكذلك التابعين يعني وربهم كذلك تبعا ويعني اتباعا أقول هكذا تبعا والآخرون اتباعا يعني من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما يقولون يعني ما كان سلفيا يشمله هذا السلف الصالح يعني يشمله الانتماء وينال الفضل وينال الأجر والسؤدد والرفعة والثناء وما إلى ذلك. أما بالمعنى الآخر هكذا المعنى الآخر وهو كجنس من هؤلاء الناس من هم السلف الصالح من أولئك الناس لا شك أنه في عهد التابعين وفي عهد الصحابة كالخلفاء الراشدين كان هنالك من لم يكونوا على منهج السلف بل كانوا من الخوارج وكانوا يعني ممن على خلاف وضد وغير السنة هكذا ولا لا كما تعلمون لا يشملهم هذا الوصف ولا كذلك يستغرقهم كذلك ويشملهم كذلك هذا الخير والفضل وما إلى ذلك إنما بهذه الصورة لما قال خيركم مثلا أو خير قرون قرني مثلا أو خير يعني كما يقولون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وهكذا يقصد أصحابه ويقصد التابعين ويقصد أتباع التابعين كقول الحديث لما يعني يغزو فئام من الناس فأنتم تذكروا فيقال لهم هل منكم من رأى رسول الله وبعدين كذلك يأتي بعدهم هل منكم من رأى رسول الله أي من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي كذلك الثالث. المهم أن في الاصطلاح في المعنى الثاني الذي هو ليس الفترة الزمنية هكذا لأن بعضهم يريد أن يجعل السلفية قاصرة على الفترة الزمنية على المباركة المفضلة الخيرية لماذا حتى يقول بأن منهج السلف انتهى وانقضى إنما كان هؤلاء في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم انقضى أو انتهى إنما لا ليس صحيحا إنما حقيقة كان كذلك ولا يزال أيضا كذلك لماذا لأنه صح تعددت أقوال العلماء في يعني تعريف السلف هكذا اصطلاح السلف والمراد باصطلاح السلف يعني منهم من يقول إنه المراد به يعني أنهم الصحابة فقط يعني أقوال مثلا مختلفة هكذا أكثر يقول بأنهم الصحابة والتابعون ومنهم من يقول بأنهم الصحابة والتابعون وتابعون والتابعين كذلك ومنهم من يقول كذلك أن السلف فقط يعني من كان قبل 500 يعني هذه الفترة فبعد من جاء بعدهم ليس من السلف ويزعم أصحاب هذا القول كما تعلمون كما أسلف فذهب السلف يحدد بفترة
زمنية معينة لا يتعداها، وهذا قول شاذ يعني قول صحيح. وتذكرون صاحب ذلك الكتاب الذي ألف كتابا وهو من ألد أعداء الدعوة السلفية، وهو لما ألف كتابا أسماه السلفية مرحلة زمنية مباركة، لا مذهب إسلامي، لا بل هو مذهب ومنهج يا إخوان، حتى يعرف الناس بأن هذا المنهج ينبغي أن يبقى قائما ودائما إن شاء الله. لما هذا حتى كما دلت كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. المهم باختصار، لما عرفنا معنى السلفية هكذا، معنى السلفية هكذا يعني معنى منهج السلف تعريفا، حقيقة هذا منهج كذلك. لما يعرف الناس، لما قد يقول بعض الناس هذا التسمية مخترعة محدثة وهذه التسمية لا أصل لها في القرآن والسنة؟ في الحقيقة كما ذكرنا التسمية ثابتة في القرآن وكذلك ثابتة في السنة أيضا يا إخوان، ولقد كان يستعمل يعني ويطلق على يعني من تقدم ومضى لفظ أو اسم السلف. إنما قد يقول حقا متى نشأ التسمي بالسلفية يعني، وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حقا، إنما حينئذ كان الناس يتسمون ويسمون كذلك يعني بالمسلمين كما قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، هكذا ولا لا؟ إنما في الحقيقة نشأ التسمي بهذه يعني السلفية بهذا الاسم إنما من باب التبيس أكذا، ومن باب المقابلة ويعني صراحة والمواجهة، يعني كأنه تواجه الشيء بضده وعكسه الفاسد بذلك الذي أنت عليه صحيح طيب سليم سديد، هكذا ولا لا؟ من باب التميز، من باب المباينة، من باب المغايرة، هكذا من باب المفاضلة والمفاصلة، بل المفاصلة يعني لست منهم. وحتى نجد حتى في القرآن الكريم لما ندعو الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا ولا لا؟ إذا كذلك السلف يعني لابد أن يتميز على مناهج الطوائف الضالة والفرق المنحرفة كالخوارج وكالروافض والمعتزلة ونحو ذلك من كل ما هي من الطوائف الفرق المنحرفة والطوائف الضالة. إنما نشأ عن هذا التسمي في تلك الفترة، إنما نشأ التسمي بالسلفية بعد خروج الخوارج ورفض الروافض واعتزال المعتزلة ومروق الفرق المنحرفة وظهور الطوائف. وهذه الألقاب التي تجدونها متعددة وقد يكون استعمالها في زمان أظهر وأشهر وأكثر من غيره، لما؟ لأن هذا يكون من باب المواجهة ومن باب التميز كذلك عن هؤلاء والمواجهة، حتى تتميز راية أهل السنة والجماعة وشعار أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة حتى يسلكوا هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه افتراق أمته بعده، يعني كما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سأله الصحابة عن تلك الفرقة الناجية هكذا يعني كيف، ما سبب نجاتها، ما هي خصائصها، ما هي دعوتها، ما هو طريقها إلى غير ذلك من يعني خصائص ومقومات وأمارات وعلامات هذا المنهج وهكذا. فقال من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كان على ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فإذن كيف يكون ذلك باتباع سلفنا الصالح الذين كانوا حافظين ومحافظين على هذا المنهج؟ ولذلك نجد هذه الألقاب وإن تعددت وتنوعت واختلفت كذلك ألفاظها يعني هو ترادفت كذلك ألقاب السلفيين، لكن المعنى متفق، ولكن المعنى مشترك، ولكن المعنى مجتمع، يعني ليس يعني متغايرا أو متضادا أو مختلفا أو متمانعا، لا إنما وإن تعددت وترادفت تلك الألقاب وإنما اتفقت بكل صراحة تلك المعاني ولا تضاد يعني ولا تضاد هذه التسميات التسمية الأخرى ولا هذه العبارات والألفاظ يعني معاني الألفاظ والعبارات الأخرى.
ولذلك لما ظهر يعني أنتم تعرفون مثل كلمة أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث وأهل أو أهل الحديث والأثر ونحو ذلك أو السلفية أو السلفيون، هذا هو الذي معروف يعني بكل صراحة. فأما الذي هو ثابت يعني في الآثار الصحيحة كلفظة السلف أنا ترضين أن أكون سلفك إلى غير ذلك، أما السلف أنا لك إلى غير ذلك، كما سيأتي بيان ذلك استعمال الصحابة للفظة السلف واستعمال يعني أقول استعمال السلف الصالح من التابعين وغيرهم لكلمة السلف، يعني هذا يدل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق كذلك واستعمل كلمة السلف، إذن هذه ليست بدعة هكذا بكل صراحة. وحتى الذي لم يكن ثابتا من النصوص الشرعية معبورا مذكورا مرويا مسطورا كذلك في يعني في السنة الصحيحة يعني هكذا، فإنه بالحقيقة إنما نشأ يعني على السبيل ومن باب التميز كما قلنا ومواجهة الفرق الضالة والطوائف الزائفة المنحرفة من أهل الأهواء والبدع ونحو ذلك. فلما مثلا ظهر أهل البدع تميز عنهم أهل الاستقامة أهل الهداية أهل السنة بكلمة أهل السنة يعني بالسنة، هؤلاء رفعوا لواء البدعة وأظهروا كذلك شعار البدعة ونشروا البدعة ونحو ذلك وعرفوا بها هكذا يعني، فجعلوا السنة تميزوا عليهم واختلفوا عليهم، وكان التميز والامتياز أي ميزة ومزية أيضا هكذا. إذن بماذا؟ بأهل السنة، فالسنة تقابل البدعة. وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حث على السنة واتباع السنة ويعني كما قال وأهل السنة كما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي المقابل يعني هكذا بكل صراحة قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث قال وكل ضلالة في النار كما في حديث مثلا جابر، الحديث هنا حديث العرباض. المهم باختصار شديد كذلك لما ظهر أهل قلت لما ظهر أهل البدع تميزوا عنهم بالسنة، ولما ظهر أصحاب الرأي يقابلون النصوص والآثار بالرأي والعقل تميزوا كذلك وبمواجهة هؤلاء بأصحاب الحديث والأثر هكذا ولا لا. كذلك لما ظهر المخالفين لمنهج السلف غير المتبعين وكأنهم يستقلون عن منهج السلف ولا يرجعون إليه ولا يلتزمون به، كذلك من الخلفيين والخلفيين يعني من الخلفيين جاء كذلك أهل السنة يعني ما شاء الله، فظهر أظهر كلمة وشعار السلفي والسلفية واتباع السلف والسلفيون وهكذا. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب يعني وانتسب إليه واعتزر إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلفي لا يكون إلا حقا. وقبله قال الإمام مالك بن أنس لما سئل من أهل السنة هكذا قال الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، ومعناه يا إخواني أن أهل السنة التزموا ولا يزالون هكذا بما كان عليه سلفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأتباعوا وتابعوهم وأتباع تابعين وهكذا ما شاء الله لا يزالون يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هم يلتزمون بهديه صلى الله عليه وسلم هكذا، إذن فلا يزالون كذلك متمسكين وثابتين ومحتسبين. ولا شك أن أهمية اتباع منهج السلف هذا واضح، يعني يا إخوان لما ننظر فيما يقتضي ذلك حتى يفهم الناس الدين كما في الفهم من صحيحا، وحتى يفهم الناس القرآن الكريم على مراده سبحانه وتعالى، وحتى يفهموا كذلك ويعقلوا كذلك ويقهوا أيضا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مراده، يعني ينبغي أن يكونوا إذن
على هذا المنهج. منهج من؟ منهج أفهم الناس وأعلم الناس وأحكم الناس وأصدق الناس وأهدى الناس، أي أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا. إذن يعني أهمية ذلك، يعني ما الذي يدل على ذلك ويقتضي كذلك التمسك به ويدل على أهمية اتباع منهج السلف الصالح؟ كونهم مصادر، يعني مصادر تلقيهم، لأنه مصدر التلقي يا إخواني، ويعني هذا أمر مهم جدا. من أين تتلقى عقيدتك؟ من أين تتلقى دينك؟ كذا لا، من أين أتلقى العارف وهذه العلوم التي تبني عليها عقيدتك وعبادتك وسلوكك وأخلاقك ومعاملاتك وكل دينك مثلا؟ فإذا لابد أن يكون مصدر حي هكذا مرضيا، وأن يكون سالما من الزيف والتحريف، من التزييف والتحريف، وسالما من الخلل والخطل، وسالما كذلك من الاختلاف والتضاد، وإلى غير ذلك من النقائص والعيوب والمساوي، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فمن يعني هؤلاء السلف الصالح سلامة مصادرهم في تلقي، سلامة مصادرهم في تلقي ماذا؟ في تلقي هذا الدين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى المحفوظ، هكذا ما شاء الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى غير ذلك، يعني أنتم من الآيات وكذلك السنة النبوية الشريفة. إذا مصادر، يعني سلامة مصادرهم في تلقي ذلك ما شاء الله. وكذلك ينبغي أن يعلم باختصار، لأن وقت المحاضرة محدود كما ذكر الأخ، كذلك أن هؤلاء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وفق السنة، يعني بكل صراحة، وأظهرت لنا الآيات كيف كان حرصهم على تعلم الدين وفقه الدين وما شاء الله عن الدين وحسن تطبيق ونحو ذلك من محاسنهم وخصائصهم وفضائلهم رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم كانوا حريصين كثيرا على ذلك كما تعلمون. هكذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وبين لهم هذا الدين فلم يترك منه شيئا، وهذا بشهادة حتى الكفار، ذلك اليهودي الذي جاء إلى سلمان فقالوا: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. وكذلك ما ثبت عن أبي ذر لما قال: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرق طيف السماء إلا ذكر لنا منه علما. هكذا إلى غير ذلك من الآثار الدالة على أنهم ما شاء الله حرصهم على طلب العلم الشرعي وفهم الدين وتلقيه وفهمه على مراده وحقيقته، وأنهم كانوا إذا استشكلوا شيئا يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستفهمونه ويستوضحونه. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. تذكرون وأنهم كانوا يتتبعون كذلك الآيات مع معرفة كذلك أسباب نزولها وكذلك الأحاديث وأسباب وروده مثلا، هكذا يعرفون في وقتهم، كانوا يعيشون في حياته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانيهم والقرآن ينزل وهو ينطق بالسنة وهو يبينه لهم ويسمعهم إياه وما إلى ذلك. تذكرون ما قاله ابن مسعود لما قال: والذي لا إله غيره ما أنزل الله سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت كذلك آيات في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبتها إليه، أي لركبت الإبل إليه. وهكذا كذلك أنهم كانوا أحرص الناس على العلم، علمهم صحيح، علمهم صريح، فهموا الدين على مراد الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، فهموه فهما سليما بدليل قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وبدليل قوله تعالى الذي توعد الذين يخالفون منهجهم ويتبعون غير سبيلهم
توعده بالوعيد الشديد لما قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وانهم كما قلت لكم كانوا يعني حريصين اشد الحرص، بل احرص الناس على العمل يعني وتطبيق ذلك، ولذلك نجده في منهجهم كذلك. وانهم ايضا مما يدل على اهميه هذا المنهج ومعرفه هذا المنهج انهم شاهدوا الوحي والتنزيل، هذا الذي اورثهم وهذا الذي اكسبهم وهذا الذي منحهم واعطاهم هذا المزيد من ذلك الفهم السديد، هكذا لا يشاركهم فيه غيرهم يا إخواني بارك الله فيكم. وهكذا إذن فلا بد أن نعرف ذلك. وأما الأدلة، قد يقول الإنسان إنك أنتم الآن تلزموننا بمنهج السلف الصالح، فما الأدلة على ذلك بإلزامنا باتباع منهجهم وسلوك طريقهم ومتابعتهم وتحذروننا من مخالفتهم وأن الذي خالفهم ضل سواء السبيل وما إلى ذلك؟ ما الأدلة الشرعية النقلية التي تلزمون بها وتقنعون بها وتقيمون بها الحجة على غيركم؟ نذكر لهم بعض الأدلة، وإلا فهي كثيرة كذلك. نذكر لهم من بين الأدلة التي تدل على وجوب وعلى حجية أعني على حجية يعني اتباع فهم ومنهج السلف، حجية فهم السلف على الخلق. لا بد أن يكون سلفيين كلهم تابعين للسلف الصالح، وأن حجيته ثابتة بأدلة الكتاب والسنة، ذلك دلت على ذلك الآثار والأخبار المروية كذلك عن السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المقتدى بهم. فأما من القرآن فهي كثيرة، نقتصر على قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، انظروا يا إخوة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرأيتم كيف هي الآية الصريحة في الثناء على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم أئمة السلف كما تعلمون، هكذا ولا لا يا إخواني؟ وكذلك نجد قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، تأملوا وتدبروا وأنعموا أنظاركم وأفكاركم في تمعن في هذه الآية وإدراك معنى هذه الآية ومعرفة مقتضى هذه الآية. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكذلك تجد قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا الدليل كما تعلمون يا إخوان، يعني لما قال سبحانه وتعالى: ويتبع غير السبيل المؤمنين، توعد الله سبحانه وتعالى محذرا كذلك ومنكرا أيضا على هذا ومتوعدا إياه بهذا العذاب الشديد. توعد من اتبع غير السبيل المؤمنين هكذا. وقد شهد الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولذلك التلازم الذي بين اتباع سبيل الهدى، يعني اتباع السنة، اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السبيل للمؤمنين. من لم يتبع سبيل المؤمنين فليس متبعا لسبيل النبي الأمين، وكذلك العكس. إذن التلازم واضح، لابد أن تكون على منهج السلف الصالح حتى تكون على السنة يا أخي. كذلك نجد قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا دليل، هذه الخيرية دليل على صحة ما كانوا عليه كما تقول كما تعلمون في عقيدتهم وفي العمل وفي العباد وفي كل يعني مجال من مجالات الدين وفي كل أمر من أموره. وتجدون قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، أي خيارا عدولا، هكذا يا إخوان. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما يقول ابن القيم: فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء الرسل على أممهم يوم القيامة، والله يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم. أما من الأحاديث فهي كذلك كثيرة أيها الإخوان، نكتفي بذكر فقط من أجل الإدلاء ومن أجل إبداء وإظهار الأدلة على حجية منهج السلف على المسلمين وعلى حاجة المسلمين إلى هذا المنهج حتى يعبدوا الله العبادة الصحيحة الشرعية المقبولة، وأني وكذلك سلوك صراطه المستقيم الموصل إلى الجنة وغير ذلك من محاسن الاتباع ومن فضائل كذلك وآثار وثمار اتباع منهج السلف الصالح. ولذلك نجد من قوله يعني الحديث الدالة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية لما قال: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها كناية عن التمسك الشديد السديد الرفيع، عضوا عليها بالنواجذ، هذا كناية، هكذا الاستعمال يعني حتى يدل وجوب الحرص وصدق التمسك والعزم والحزم والجزم بهذا التمسك يعني ما شاء الله، والالتزام بهذا المنهج، وإياك وأن تأتي بنقيضه وما يخالفه ويضاده وهكذا ويعاكسه. ولهذا قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أو تجد قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني خير الناس قرني خير الناس أمتي أو خير الناس قرني أو خير أمتي قرني، هكذا جاءت الأحاديث يعني كحديث أبي هريرة وعمران بن حسين وغيرهما. المهم: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون قتال. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله، أي كيف نصنع حينئذ أو عندئذ؟ قال: ترجعون إلى أمركم أول، أي إلى ما كان عليه النبي وصحابه، وغير ذلك من الأحاديث. وكذلك حديث الفرقة الناجية، حديث الفرق والفرقة والافتراق أما قلنا أنا عليه اليوم. ومن أجل هذا رأيتم كلام الإمام ابن حنبل أحمد بن حنبل لما أصل أصول أهل السنة قائلا لما في كتابه أصول السنة قال يعني أصول السنة عندما التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. أما من الآثار فهي كذلك كثيرة، لكن نقتصر على بعضها لضيق الوقت يا إخوة، لضيق الوقت. أما من الآثار يأتيكم قول ابن مسعود يعني الصحابي الكريم المعروف المشهور عبد الله بن مسعود لما قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحابي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، كانوا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا كذلك آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وكذلك قول ابن مسعود يا إخواني لما قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير العباد، اصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد
صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فانبرأ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا أي رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وكذلك قول ابن مسعود ابن عمر مثلا هكذا ولا لا رضي الله تعالى عنهما لما قال من كان مستنا فليستن بمن قد هكذا كما قال أولئك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة هكذا ولا لا. وتذكرون كذلك أثر قتادة أحق من صدقتم أصحاب رسول الله وأكثرهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ولا لا إخوان. تذكرون آثار كثيرة منها ومنها يعني كما قال ابن مسعود لو اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وما ثبت كذلك يعني عن غيره من الصحابة حتى أن إبراهيم النخعي مثلا قال لو بلغني عنهم يعني الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم يا إخوان. ثم أقول ما حكم اتباع هذا المنهج باختصار شديد جدا يعني طبعا من على حجية هذا المنهج على المسلمين عموما وعلى من جاء بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك ذكرنا الآيات والأحاديث والآثار بعض فيما يخص اتباع هذا المنهج وبيان وجوب اتباع هذا المنهج والتحذير من خطورة مخالفة هذا المنهج يعني بكل صراحة فهي كذلك آثار كثيرة من بينها كما ذكرت قبل قليل أثر ابن مسعود لما قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي أو كما قال تعلموا العلم قبل أن يقبض إلى أن قال وعليكم بالعتيق أي بما كان أولا وسابقا وسلفا أي ما كان عليه نبيكم وأصحابه هكذا إذن. وقال حذيفة بن اليمان يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم يعني بكل صراحة لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا أي التفتتم وانصرفتم أو انحرفتم عنه يمنة أو يسرة أي ولئن تركتموه يمينا أو شمالا هكذا كما قال رضي ضللتم ضلالا بعيدا